أحبه هو وحش. الفنانة دي لسه لحد دلوقتي لغز محير جداً، خصوصاً بعد الضجة اللي حصلت حوالينها لما تم الكشف عن جوازها السري من واحد كانوا بيوصفوه إنه الراجل التاني في مصر، وده بسبب صداقته القوية جداً مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، واتقال إن مهرها كان 20 مليون دولار، ده غير الشقق والعربيات. ياه، طب ليه كل ده؟ منال عفيفي لو بصيت في شكلها هتلاقي جمالها عادي جداً، لكن لو بصيت لها كلها على بعضها هتحس إن فيها جاذبية خاصة وأنوثة عالية، وده اللي خلى المخرجين يستعينوا بيها في أفلام كتيرة مثلت فيها دور واحد بس، وهو الست اللي عينها زيغة اللي بتعمل علاقات مع رجالة حتى لو كانت متجوزة. عشان كده بقت منال عفيفي أشهر ممثلة إغراء في فترة التسعينات، ووقفت قدام نجوم كبار زي عادل إمام ونور الشريف ومحمود حميدة وغيرهم، لكن فجأة اعتزلت الفن والناس سألت ليه، وكان الجواب هو جوازها السري من الرجل التاني في مصر حسين سالم، بس هي نفت الكلام ده. لكن تعالوا نشوف الحكاية واحدة واحدة عشان نقدر نجاوب على السؤال المحير، وهو هل منال عفيفي اتجوزت حسين سالم فعلا؟ منال عفيفي اتجوزت من الناقد المسرحي الدكتور أحمد سخسوخ عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق، وأنجبت منه بنتها الوحيدة موناليزا، لكنها انفصلت عنه بعد ما جذبتها الأضواء والشهرة. بعدها اتجوزت واحد من خارج الوسط الفني، وبدأت تشكي لأصدقائها وقرايبها من فقره، رغم أنه نقل حياته من شقة شعبية لشقة فاخرة في الهرم، لكن كل ده ما كانش يرضيها، عشان كده انفصلت عنه. وده كان معناه أن منال عفيفي ست بتحب الفلوس وبتطلع لحياة مرفهة بشكل أكتر. طيب لما الحكاية كده، إيه اللي يخليها تعتزل مهنة بتكسب منها فلوس كتيرة، خصوصاً إنها بدأت تاخد مساحات أكتر في الأدوار؟ واحد ظهر على إحدى القنوات الفضائية وقال إن منال عفيفي اتجوزت حسين سالم بعد ما شافها في واحد من المشاهد، واشترطت منال شقة في المهندسين وعدد من العربيات ورصيد يتحط باسمها ما يقلش عن 20 مليون دولار، ونفذ حسين سالم الشروط وطلب منها إنها تسافر له في أسبانيا وتعتزل الوسط الفني. لو الحكاية كده يبقى الموضوع يستاهل إنها تعتزل الفن، لأن الفلوس اللي كانت بتتمناها بقت خلاص في حسابها، فعلى إيه بقى الشغل والتعب؟ لكن كل الكلام ده طلعت منال عفيفي وكذبته، وقالت إنها هتقاضي القناة وإن الكلام ده أضر ببنتها الوحيدة. طيب لما الكلام ده مش حقيقي اعتزلتي الفن ليه؟ قالت منال إن سبب اعتزال الفن هو حبها لبنتها ورغبتها إنها تتفرغ لتربيتها، وأنا لو عايزة الفلوس كنت رجعت للفن، كمان المشاهد الجريئة اللي قدمتها كانت سبب للاعتزال لأنه بيسبب أزمات لبنتي. وطبعاً نفت كل اللي اتقال عن العربيات والرصيد، وقالت إن ما عندهاش غير عربية واحدة متواضعة. طيب الحقيقة فين؟ الوسط الفني دايماً ما فيهوش دخان من غير نار، يعني اشمعنى هي اللي ربطوا اسمها بحسين سالم وهي فنانة بتمثل أدوار تانية ومش بطلة؟ وإزاي واحدة تعتزل الفن وهي انفصلت عن جوزها الأول بسبب رغبتها في التمثيل والشهرة؟ وإزاي تعيش حياة عادية جداً وهي اللي انفصلت عن جوزها التاني بسبب فقره ورغبتها في حياة أفضل؟ كل الأسئلة دي تخليك لوحدك تعرف حقيقة الموضوع. الغريب إن منال عفيفي في فيلم عفريت النهار قامت بدور واحدة تخلصت من جوزها الفقير عشان تعيش مع مسؤول كبير بيوفر لها الحياة المرفهة، فهل الدور ده مثلته في الحقيقة برضه؟